بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. برنامج الترند النهاردة بالتأكيد هنتكلم في موضوعات مهمة جدا، وهنتكلم في تفاصيل مهمة جدا. الفترة الجاية عندنا مباراة الإنتاج الحربي في الدوري العام، بعد مباراة إنبي وانتصار مهم جدا للأهلي بعد استئناف الدوري العام. هنتكلم عن المشوار المحلي، هنتكلم عن فريق الأهلي واستعداده للمرحلة القادمة، وهنلقي الضوء على بعض الموضوعات الموجودة عبر السوشيال ميديا، وهنحاول قدر الإمكان نلقوا معلومات جديدة ونبرز تفاصيل صغيرة هتكون مهمة جدا في الأحداث الرياضية المصرية في الفترة القادمة، سواء في الشأن المحلي أو الشأن الإفريقي. لكن بالتأكيد معانا سؤال النهاردة، جمهورنا في كل مكان يدخل ويشارك معانا من خلال صفحات القناة الرسمية، سواء عبر الفيسبوك أو تويتر أو حتى إنستجرام. بالتأكيد لازم تشاركونا في هذا السؤال، لأن السؤال بيتكلم على هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي القادمة إن شاء الله يوم الجمعة القادم؟ كل المشاركات معنا بالتأكيد هتكون معنا في الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهنلقي الضوء على استطلاعات الرأي وإجابات الناس كلها اللي بالتأكيد بيشاركونا من خلال برنامج الترند، وهنسمع ونشوف طبعا بالتأكيد من خلالهم توقعاتهم للفترة القادمة والتشكيل القادم بإذن الله. ممكن يكون في تغييرات ولا هيتم الاستقرار على التشكيل بنسبة 100% زي ما حصل في مباراة إنبي الماضية. لكن بسرعة نروح لعناوين الحلقة، والنهاردة معانا الثلاث ترندات، هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا، لكن نبدأ بالعناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الإنتاج. وفي الترند المحلي، حسام البدري، عودة الدوري خطوة إيجابية. أما الترند العالمي، فريق مكسيكي يعلن ضم رونالدو. دي كانت عناوين النهاردة بخصوص الثلاث ترندات المتعلقة بحلقة النهاردة. لكن فقرة ترند الترند زي ما احنا معودينكم، بنتكلم في معلومة مش موجودة عبر السوشيال ميديا ولا موجودة في أي موقع رياضي خلال الساعات القليلة الماضية، ودايما بنهتم في المقام الأول بالنادي الأهلي أو أي أمر متعلق بالرياضة المصرية والكرة المصرية على وجه الخصوص. طيب ترند النهاردة معلومة ممكن تكون أو أعتقد بنسبة كبيرة مفاجأة لكل المهتمين بكرة القدم الإفريقية والمصرية خلال الفترة القادمة. هناك كورس أونلاين سيتم عقده خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس القادم. هذا الكورس هيكون مخصص لكل الحكام الواعدين والصاعدين صغار السن الأقل من 30 سنة. المفاجأة مش في الكورس الأونلاين، لكن المفاجأة زي ما انتوا قدامكم على الشاشة أسماء الحكام والدول اللي بينتموا ليها، كل حكم والدولة اللي بينتمي ليها، وللأسف مفيش ولا حكم مصري تحت 30 سنة واعد بيتم اختياره من الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. بالمناسبة احنا بنتكلم على مستوى دول، في دول سبقتنا سواء على المستوى القروي، في دول ممكن تكون معانا على نفس المستوى، وفي دول أقل مننا حتى في التطور والمستوى الفني. لكن توصل لمرحلة إن التحكيم المصري على مستوى القارة الإفريقية مفيش ولا حكم ساحة أو مساعد هيكون مدعو لهذا الكورس الأونلاين في الفترة القادمة في الاتحاد الإفريقي اللي هيتم انعقاده في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس القادم، هيبقى الأمر صعب جدا. ليه هيبقى صعب؟ لأن أنت بتتكلم على مستقبل التحكيم المصري فيما بعد 2022 كأس العالم القادم إن شاء الله. عندك الحكم المصري أمين عمر، سبقه قبل كده كان في جهاد جريشة في روسيا 2018، وكان في عصام عبد الفتاح، وكان في جمال الغندور، وكان في حكام دوليين على مستوى عالي موجودين في الفترات السابقة. لكن بعد 2022 انت بتتكلم بقى في كأس عالم 2026، كأس عالم 2030، بتتكلم في بطولات أمم إفريقيا سواء ناشئين أو شباب أو حتى على المستوى الأول. إنك توصل لمرحلة حكم واعد تحت 30 سنة لا يتم اختيار، لان مفيش حد في المرحله السنيه دي في الفتره القادمه في القائمه الدوليه، صعبه جدا جدا على التحكيم المصري، وهتبقى مسؤوليه ملقاه سواء على اللي موجودين حاليا في اتحاد الكره او حتى كل اللي تولوا المسؤوليه في اتحاد الكره السابقين، سواء اتحاد كره مجلس اداره او حتى لجان حكام. لان انت بتتكلم على دول المغرب بيمثلها، تونس بيمثلها حكام، ليبيا، موريتانيا، الصومال، غرب افريقيا، جنوب افريقيا، نيجيريا. لو بتتكلم في الدول الفرنكوفونيه اللي بتتكلم بالناطقه باللغه الفرنسيه، لا انت بتتكلم على مستوى قاره افريقيا سواء الناطقين باللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه، فانت بتتكلم حتى في دول عربيه، بتتكلم على المغرب، بتتكلم على الجزائر، على تونس، ليبيا. لكن مصر
بقيمتها الرياضية وبقيمتها القروية، مفيش حكم تالنت صاعد تحت 30 سنة يكون موجود في كرسي التحكيم الفترة الجاية؟ الأمر هيبقى صعب جدا، وده مدى أو تأثيره هيظهر خلال الفترات القادمة. عندك 7 حكام أساحة كلهم فوق 30 سنة، عندك 7 حكام مساعدين كلهم فوق 30 سنة، لكن حد تحت 30 سنة يكون مدعو لهذا الكورس الأونلاين في الفترة من 22 ل 26 أغسطس القادم، بتتكلم بعد حوالي 10 أيام. للأسف العدد قليل جدا ومفيش حد تحت 30 سنة. نقطة كمان عايز أكد عليها، وانت بتعمل تقنية الفار بالنسبة للحكام الدوليين، عندك 7 حكام ساحة معاهم الرخصة الدولية من الاتحاد الدولي ومن الايفاب ان هم حكام دوليين بيطبقوا تقنية الفار، لكن هل تتخيلوا كمان ان حتى على مستوى الحكام المساعدين من 7 الدوليين ما عندكش غير حكم واحد بس هو اللي موجود اسمه ضمن قائمة الحكام المساعدين اللي معاه شهادة الايفاب اللي هو الكابتن محمود ابو الرجال؟ يعني حتى الست حكام المساعدين اللي مع الكابتن محمود ابو الرجال مش مدرجين ضمن الحكام الدوليين اللي المفروض يكونوا معاهم تقنية الفار من خلال مجلس الايفاب خلال الفترة اللي جاية. ده امر صعب جدا، وهزتكم من الشعر بيت وانت بتعمل اختبارات والتيست لتجربة الفار خلال الفترة الاخيرة. كان في عدد من حوالي مثلا 100 حكم كانوا بيخضعوا تحديدا لجزئية الحكم المساعد، انه يكون حكم مساعد في غرفة تقنية الفار. مثلا لو عملت اختبار ل 100 حكم لا تتعدى نسبة النجاح حوالي 20%، يعني من 100 نجح 20، من 10 نجح 2، نسبة ضئيلة جدا. لكن الحكم الوحيد المساعد اللي موجود في غرفة تقنية الفار اللي هو أساسا حكم مساعد وليه دور مهم في تقنية الفار في مسألة ضبط التسلل، واحد بس في مصر، محمود أبو الرجال. بخلاف ذلك ما عندكش ولا حكم دولي ولا حتى حكم محلي معاه رخصة الأيفاب في مسألة تقنية الفار. ده جزء شق متعلق بالتحكيم الدولي، لكن الجزء الأهم اللي بدأت بيه الحلقة أو فقرة ترند وهي فكرة الحكام الواعدين خلال الفترة اللي جاية. للأسف بعد كأس العالم 2022 مصر هتفقد حكام صاعدين بالنسبة للمرحلة القادمة، والاتحاد الإفريقي بيجهز من الفترة الحالية من أواخر شهر أغسطس الحكام الصاعدين بالنسبة للمرحلة اللي جاية. ده محتاج شغل جبار جداً من لجنة الحكام الحالية أو حتى استراتيجية يتم وضعها بالنسبة للفترة القادمة، لأن صعب جدا يكون التحكيم المصري خلال الفترة الجاية مفيش حكام واعدين مش موجودين على قائمة الاتحاد الإفريقي للخضوع لكورسات أونلاين سواء في حكام الساحة أو حتى الحكام المساعدين بالنسبة لتقنية الفار. طيب عندي كمان موضوع مهم جدا واختم به فقرة ترند وهو متعلق بأجندة شهر أكتوبر. كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني كان يتكلم على أجندة أكتوبر وقال على أن اتجاه لإقامة مباراة ودية أو معسكر إعداد بالنسبة للمرحلة القادمة. المفاجأة أن أجندة أكتوبر بالنسبة للاتحاد الدولي زي ما هي هتكون في ميعادها، لم يتحدد هتكون رسمية أو ودية. لكن بالنسبة للأجندة الإفريقية الاتحاد الإفريقي يتعامل إزاي مع هذا المنطلق أو مع هذا الموضوع؟ موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا سيمي فاينال والفاينال هتقام في الفترة من 3 أكتوبر ل 17 أكتوبر. أنا بتكلم على أجندة أكتوبر، ذهاب نصف النهائي 25 سبتمبر، لكن أنا بتكلم على أجندة أكتوبر. أنت عندك نصف النهائي الإياب 3 أكتوبر و 2 أكتوبر، لكن المباراة النهائية يوم 17 أكتوبر. ده هيكون عامل أزمة شوية للمنتخبات اللي ممكن عندها لعيبة بتلعب في الأندية وفي المنتخب اللي ممكن توصل لنهائي إفريقيا. يعني مثلا لو الأهلي والزمالك نهائي إفريقيا إن شاء الله 17 أكتوبر هيكون من الصعوبة أو الاستحالة على المنتخب الوطني الأول إن يعمل أجندة في شهر أكتوبر في الفترة المحددة في منتصف شهر أكتوبر، لأن في ارتباط بنهائي دوري أبطال إفريقيا. لذلك هيكون متاح لك فقط داخل قارة إفريقيا إقامة مباراة ودية أو معسكر إعداد. لكن على المستوى الدولي الاتحاد الدولي حتى هذه اللحظة لسه ما اتخذش قرار هتكون أجندة دولية ودية ولا رسمية، لكن في جميع الأحوال نوفمبر هي اللي هتكون الأجندة الرسمية خلال الفترة القادمة. دي كانت جزئية مهمة جدا نتكلم فيها بخصوص الأجندة اللي هتكون موجودة في شهر أكتوبر وإيه هيحصل بالنسبة للمرحلة الجاية. والناس ما تنساش إن نهاية دوري أبطال إفريقيا في منتصف أكتوبر وهو متزامن مع نفس أجندة أكتوبر اللي وضعها الاتحاد الدولي، لكن الاتحاد الإفريقي هيجري بعض التعديلات على هذا الأمر. وما ننساش ونأكد على دور التحكيم المصري الفترة الجاية، ولازم الناس تاخد بالها لأن ده جرس إنذار صعب قوي على التحكيم المصري ما يكونش فيه حكم صاعد تحت 30 سنة مش مدعو للدورات التدريبية وكورسات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نشوف ما كتب عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي.
الاهلي، وهنشوف اتكتب ايه على الاهلي في السوشيال ميديا. لكن مهم جدا تشاركونا في سؤال النهارده المتعلق: هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الاهلي في مباراه الانتاج الحربي القادمه؟ سؤال مهم جدا، شاركونا عشان نشوف برضو استطلاعات الناس خلال الفتره الجايه قبل مباراه يوم الجمعه القادم. لكن ترند الاهلي معانا عناوين وفي تفاصيل هنقولها معاكم، لكن نبدا الاول بعناوين ترند الاهلي. الصفحه الرسميه لموقع سوبر كوره على الفيسبوك كتبت وقالت ان الاهلي بيجهز ياسر ابراهيم لقياده الدفاع في قمه الزمالك بالدوري. كمان الصفحه الرسميه لموقع في الجول على الفيسبوك نشر تصريحات لحسام البدري عن رمضان صبحي بانه يفضل استمراره في الدوري المصري ليكون امام عينيه. اما الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر كتب ان فايلر يتراجع عن قراره برحيل ازارو. احمد فتحي نشر على حسابه على الانستجرام تصريح لكهربا من موقع يلا كوره عن انه من اصعب المدافعين اللي واجههم، وكهربا رد عليه وقال له اللي في ظهري. ومن صفحه ماجيكانو على الفيسبوك نشرت صوره للكابتن محمود الخطيب ووليد سليمان وقالت عندما يجتمع التاريخ والانتماء في صوره واحده. والحساب الرسمي لموقع جول مصر على تويتر نشر فيديو لهدف متعب في نهائي الكونفدراليه 2014 امام سي سبورت الايفواري. اما الحساب الرسمي لدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان اهتم جدا بما كتب على موقع ديلي ستار الانجليزيه وعمل ستور على الانستجرام وقال فيها موقع ديلي ستار ان الاهلي ضمن قائمه انجح 15 نادي حول العالم من حيث تاريخ البطولات. ومنافس الاهلي الوداد المغربي بيتصدر الدوري المغربي حتى هذه اللحظه، وده من الصفحه الرسميه لموقع يلا كوره على الفيسبوك. اهلا بحضراتكم من جديد، وشفنا ترندات الاهلي المتعلقه بتفاصيل التفاصيل المتعلقه باستعداد الاهلي لمباراه الانتاج الحربي وما كتب بخصوص الفريق خلال الفتره القادمه، وايضا كمان استعداد مهم جدا لماتش الانتاج الحربي ان شاء الله بعد الفوز على انبي بهدفين مقابل لا شيء. طيب موقع سوبر كوره يمكن سبق الاحداث شويه واهتم ان هو يتكلم على تجهيز ياسر ابراهيم لمباراه الزمالك. المباراه مقرر اقامتها ان شاء الله يوم 22 اغسطس النهارده 11/8، فبنتكلم باقي حوالي 10-11 يوم ممكن يكون في توقيت مناسب لاستعداد ياسر ابراهيم للفتره القادمه. لكن طبعا مش هنسبق الاحداث، ان شاء الله يكون رامي ربيعه جاهز لمباراه الانتاج الحربي، ايمن اشرف بعد مباراه الانتاج ان شاء الله يدخل مع الفريق لانه هيكون غايب المباراه الجايه للانذار الثالث، ان شاء الله كمان يكون ياسر ابراهيم جاهز مع محمود متولي، تكون قوه الدفع كلها او القوه الضاربه في خط الدفاع تكون جاهزه لمباراه الزمالك، لان مباراه مهمه جدا هتكون مفصليه في مين هيكون قريب جدا من بطوله الدوري. الاهلي الحمد لله فارق شاسع كبير من النقاط، الفوز في هذه المباراه مع توالي الانتصارات حتى منتصف سبتمبر اقدر اقول لكم ان شاء الله قبل نص 9 الاهلي هيكون بطل للدوري نسخه رقم 42 ان شاء الله في حوزه القلعه الحمراء قلعه البطولات والانتصارات. كمان الصفحه الرسميه لموقع في الجول اتكلمت على تصريحات للكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا واللي نصح فيها رمضان صبحي ان يكون موجود في الدوري المصري عشان يكون قريب من المتابعه ويكون تحت عينيه، يكون متابع الكابتن حسام لرمضان صبحي خلال الفتره اللي جايه. طبعا في مثل بيقول لك اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، يعني كل ما تكون قريب مني كل ما يكون اهتمامي بيك اكتر ومتابعك بشكل اكبر. ده يعني تفاصيل كده صغيره ما بين السطور لكلام الكابتن حسام على مشاركه رمضان صبحي والفتره اللي جايه هيكون موجود فين. كمان الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي اتكلم على، وده الحساب الرسمي على تويتر اتكتب ان فايلر ريني فايلر يعني بيتراجع عن قراره برحيل ازارو. طيب عشان الناس اللي بقى متفقين حول هذه النقطه، حتى هذه اللحظه الموسم ما زال ممتدا لم ينتهي، فكره ان الجهاز الفني بقياده ريني فايلر حدد مين معاه في الموسم القادم لسه حديث سابق لاوانه، مش هنقدر نتكلم فيها دلوقتي ولا نحدد فيها اي تفاصيل دلوقتي لسه الجهاز الفني عنده مزيد من المباريات. كمان في نقطه مهمه جدا متعلقه بوليد ازارو، وده هرجع لان انا قلته قبل كده بخصوص رمضان صبحي في مساله البطاقه. وليد ازارو حاليا طبعا كان انهى الاعاره مع نادي الاتفاق السعودي، لكن هل البطاقه حاليا في حوزه النادي الاهلي؟ لا، ما زالت البطاقه في حوزه نادي الاتفاق السعودي. لما يتم فتح فتره الانتقالات والقيد
يقدر ساعتها النادي الاهلي يطلب البطاقه الدوليه لوليد ازارو. لكن حتى هذه اللحظه ما زال وليد ازارو طبعا في نهايه الموسم موجود على الترانسفير ماركت مع نادي الاتفاق، لكن بعد فترات الانتقالات والقيد ان شاء الله الاهلي لما يطلب البطاقه هيعود وليد ازارو لصفوف الاهلي، وساعتها الجهاز الفني مع لجنه التخطيط هيبدا يشوف ازاي يستعد الاهلي للمرحله الجايه واولويات الموسم القادم. عشان كده وليد ازارو مش هيكون حاليا لا في التدريبات ولا في المباريات، لان فتره الانتقالات والقيد ما زال معلق في مصر ولم يفتح السيستم حتى الان. طيب برضو عايزين نتكلم على فكره صفحه ماجيكانو على الفيسبوك، اهتمت جدا بصوره بتجمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع وليد سليمان. هي وضعت عنوان للصوره عندما يجتمع التاريخ والانتماء في صوره واحده. التاريخ طبعا تاريخ النادي الاهلي ممثلا في اسطوره وايقونه الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب، ووليد سليمان الانتماء اللي زرعه وغرسه في عديد من المواقف خلال الفترة السابقة لما كان حريص على انه ازاي ينضم للاهلي وازاي يكمل مع النادي الاهلي ويجدد ويستمر في مشواره مع النادي الاهلي خلال الفترة القادمة. طيب الحساب الرسمي لموقع جول مصر على تويتر نشر فيديو وهو هدف لعماد متعب في نهائي الكونفدرالية امام سيو سبور. الفكرة هو طبعا توقيت الهدف، واحنا في شهر 8 لا توقيته ولا ظروفه ولا في اي مناسبة، لكن هي شافت ان هذا الهدف يعتبر من اغلى الاهداف سواء لعماد متعب او بالنسبه للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه، زي هدف ابو تريكه كمان في مرمى الصفاقسي عام 2006. طيب دكتور محمد سراج الدين اهتم جدا بما نشره موقع ديلي ستار، طبعا من اهم المواقع الرياضيه في انجلترا، لما بيعمل احصائيه وبيتكلم عن النادي الاهلي ويضعه ضمن افضل 15 نادي على مستوى العالم. هنا انت بتتكلم بقى على شعبيه وجماهيريه وتاريخ كبير جدا للقلعه الحمراء، ولما بيقول النادي الاهلي ضمن افضل 15 نادي مش بيقولها وبيكتبها وسايبها، لا ده بيكتبها وبيقول لك ليه. انت بتتكلم في 41 دوري، بتتكلم في بطولات كاس حاجه و30 36 بطوله كاس، بتتكلم في 11 سوبر محلي، بتتكلم في 8 دوري ابطال افريقيا، بتتكلم عن 19 بطوله افريقيه في حوزه النادي الاهلي الاكثر تتويجا داخل القاره الافريقيه، فبتتكلم عن تاريخ كبير جدا، تاريخ عريض بالتاكيد. مجلس اداره، لاعبين، اجهزه فنيه، جمهور، بنتشرف لما بيكون النادي الاهلي اسمه موجود عبر طبعا اكبر المواقع الرياضيه في اوروبا وتحديدا في انجلترا ديلي ستار، وبنعمل بالتاكيد ريتويت او حتى ممكن نعمل ستوري على الانستجرام في هذا الشان. طيب ايضا كمان نادي الوداد كان عنده مباراه بالامس في الدوري المغربي، وكانت مباراه صعبه جدا على الوداد بعد سلسله من النتائج السلبيه، لكن قدر يفوز على اولمبي خريبكا بثلاثه اهداف مقابل هدفين. عنده مهاجم من طراز فريد كازادي، لعيب مميز جدا، هداف لفريق الوداد المغربي وعامل شغل كبير جدا مع نادي الوداد. لكن المنافسه في المغرب قويه جدا ما بين الرجاء والوداد، وحاليا الرجاء متاخر بمباراه على الوداد، لكن لو فاز المباراه المؤجله ليه هيتخطى الوداد وهتبدا المنافسه مشتعله ما بين الرجاء والوداد، وايضا كمان نهضه بركان جاي معاهم بس من بعيد بتفاصيل بسيطه، لكن الدوري المغربي داخل فيه منافسه وقوه كبيره جدا. وحاليا من خلال متابعتنا للمباريات نادي الرجاء الاجهز فنيا بصراحه في الدوري المغربي نتيجه عدد خمس مباريات مؤجله لعبها خلال الفتره الاخيره وفي وقت قياسي، خمس مباريات في اقل من حوالي 12 يوم، فبالتاكيد ده هيدي جاهزيه للرجاء في البطوله الافريقيه. لكن في هذه اللحظات النادي الاهلي بيستعد لمباراه الانتاج الحربي، والجهاز الفني رفع شعار لا وقت للراحه استعدادا لمباراه الانتاج. بينضم لي دلوقتي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان عشان نطمن منه على استعدادات الفريق بالنسبه للمرحله اللي جايه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج الترند. اخبار التدريب واخبار اللاعبين، وهل بدا شايف اللعيبه قدامك، مين يكون موجود ممكن يكون غايب، الجهاز الفني كمان هيتعامل ازاي مع مباراه الانتاج الحربي، وان شاء الله تكون يعني سلسله انتصارات متتاليه للفريق في المرحله الجايه ان شاء الله. يمكن ما فيش وقت فعلا للراحه، فايلر وطبعا مستر فايلر ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ منعوا الاجازات او ما كانش في وقت للاجازات من بعد مباراه انبي الاخيره، كان في تمرين ثاني يوم صباحا في العاشره صباحا، والنهارده ثاني ايام التمرين هتكون في الخامسه والنصف مساء. يمكن بيتم رش الملعب الان كعاده المدربين الاجانب في مصر، يمكن ابتدعها مستر مانويل جوزيه ومن بعده بدات هذه عاده، وفعلا بتبقى ليها اثر ايجابي في الملعب في سرعه الكوره على الارض. يمكن معظم الفرق المصريه بدات تلجا الى هذه الحركه او الحيله، يعني يمكن الاهلي دلوقتي او ملعب التتش الان بيتم رشه الان، ويمكن شايف الجهاز الفني فايلر، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي قمصان، يمكن دكتور عمرو محب، يمكن بداوا ينزلوا ارض الملعب منتظرين نزول اللاعبين. يمكن خلاص بتتكلم في اقل من اربع خمس دقائق ويكون اللاعبين موجودين
في ارض الملعب علشان يبقى في محاضره او يعني مستر فايلر او كابتن سامح حفيظ يتكلم مع اللعيبه 3 4 دقائق كالمعتاد. يمكن طبعا زي ما قلت ما فيش وقت للراحه، التمرينات كل يوم، في مباراه يوم الجمعه، نتمنى باذن الله يكون التوفيق والفوز حليف النادي الاهلي والفوز بثلاث نقاط جديده على فريق الانتاج الحربي مع مدير فني كبير طبعا الكابتن مختار محتار. ومباراه تكون في التاسعه مساء، يمكن هيبان مع نزول اللاعبين مين اللي غايب ومين اللي مش غايب، ولكن انا شايف النهارده ياسر ابراهيم يمكن بدا يجري، بدا ينفذ البرنامج الاخير من برنامجه العلاجي ما شاء الله. يمكن الاصابه اللي عنده بدا يستجيب بشكل كبير جدا للعلاج بطريقه اسرع ما شاء الله عن المعتاد، فباذن الله يكون نزوله في الملعب في مده اكثر من اللي قال عليها الدكتور خالد محمود، استجابته سريعه للشفاء. يمكن محمد محمود كان بيجري تمرينات تاهيليه علشان خاطر خلاص برده اقترب موعد عودته للملعب باذن الله مره اخرى، بتتكلم برده في اسبوع 10 ايام باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه، خلاص هو في المرحله النهائيه من التدريبات التاهيليه وفقا للبروتوكول الطب العالمي. طبعا المفروض كان ينزل قبل كده بس في بروتوكولات في مواعيد زمنيه معينه بالفعل. الاهلي بيلجا ليها، الاهلي مش عاوز يسيب حاجه للظروف، بيلجا لكل اي بروتوكول عالمي بالذات في اصابه الصليبي مظبوط علشان خاطر يديله فتره كبيره جدا من الراحه. بس خليني زميلي محمد اقول لك اتفضل يا الامانه سيدي. يعني الملعب بيترش الملعب على اعلى مستوى، يمكن الاول لو خدناه الاول عمال غرف الملابس اللي بيتعاملوا وفقا للبروتوكول الطب المحطوط من وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه ان مفيش استعمال لغرف الملابس، عمال غرف الملابس مجهزين لكل لاعب كرسي خارج غرفه الملابس ويجي من بيته لابس لبس التمرين وبينزل يتمرن على طول، ما بيخش اوضه اللبس الا في اضيق الحدود، لو في لاعب مضطر يغير هتلاقي جوه الغرفه الكبيره جدا اللي بتشيل 30 لاعب مثلا فيها واحد او اثنين بس وفقا للبروتوكول. فبحيي العمال لا وكمان يا شريف في نقطه مهمه، انت بتتكلم عن الاجراءات الاحترازيه اللي بيطبقها النادي الاهلي تنفيذا طبعا للبروتوكول الطبي اللي تم وضعه من خلال وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري لكره القدم، دي نقطه مهمه جدا. كل طبعاً. نادي لما بينفذ هذه الاجراءات انت بتساعد بنسبه كبيره في استئناف النشاط بشكل جيد وبتنفذ توجهات الدوله بالنسبه للمرحله اللي جايه، احنا بنشوف ده في كل تدريب للاهلي. وحتى مش بتتكلم بس على فكره ان اللعيبه تيجي امتى او الملعب او غرفه الملابس، لا انت كمان ملعب التدريب بيتم تعقيمه بالكامل قبل نزول الفريق لملعب التتش. طبعا لسه اقول لك، ده غير كمان عمال غرف الملابس، الاهلي معين موظف مخصوص تعقيم غرف اللبس لتعقيم الاتوبيس لتعقيم الفندق، الاهلي خدوا معاه الفندق تعقيم الفندق مزبوط. تعقيم المطعم تعقيم الغرف تعقيم الطرقه تعقيم الاسانسير تعقيم الملعب اللي بيقوم عليه المباراه دكه البدلاء غرف ملابس اللي في الاستادات. الاهلي بيسايب حاجه للظروف، بيطبق التعليمات بحذافيرها حرصا على سلامه لاعبيه وبالتالي او بالتبعيه لخدمه منتخب مصر، ان منتخب مصر لما يحتاج لاعبي النادي الاهلي في اي وقت او جميع منتخبات مصر لما يحتاج لعيبه بتلاقيها. كمان ايضا عمال الملعب ما شاء الله، الملعب ما شاء الله حاجه تفرح جدا، الملعب كويس جدا بيتم رشه الان وخلاص انتهى من رشه ما شاء الله، برده عمال الملعب عاملين طيب البرنامج كبير جدا. البرنامج يا شريف غدا وبعد غد، يعني بتتكلم في تدريب الاربعاء والخميس قبل المباراه يوم الجمعه، تدريبات في صباحي ولا في نفس الميعاد زي كل يوم الساعه 5:30؟ بكره باذن الله هيكون التمرين صباحي في التاسعه والنصف صباحا، يعقبه مسحه طبعا كورونا قبل بالزبط. المباراه وهتكون النتيجه يوم الخميس باذن الله، وباذن الله نتمنى تكون سلبيه عشان يكون كل اللاعبين متاحين لفايلر عشان يختار قائمته طبعا باريحيه شديده. يوم الخميس هيكون التمرين في 5:30 ويطلع النادي الاهلي من مختار التتش على الفندق اللي بيقيم فيه في التجمع الخامس ليله مباراه طبعا الاهلي والانتاج الحربي. يبقى بنتكلم بكره صباحا، بعد بكره هيكون مساء تاني باذن الله. زميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من ملعب مختار التتش كان معانا وبيتابع تدريبات فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الانتاج ان شاء الله يوم الجمعه القادم. خلاص النشاط استؤنف والحياه مشيت بشكل كويس، المهم الفتره الجايه ان شاء الله النادي الاهلي يبدا ان هو يواصل سلسله انتصارات في الدوري العام. مهم جدا وانت بتلعب الدوري في التوقيت الحالي تلعب على جزئيتين، انك تعمل انتصارات متتاليه عشان تنهي الدوري مبكرا، لان انا بقول لكم ان شاء الله مباراه الزمالك 22/8 ان شاء الله باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي نص سبتمبر، تتكلم 15 سبتمبر على اقصى تقدير، احسبوها كده بالظبط بالورقه والقلم هتلاقي الدوري ان شاء الله انتهى، تبدا بقى ساعتها تركز في المشوار الافريقي. دي نقطه كانت مهمه جدا لازم تتكلم عليها بالنسبه للمرحله الجايه في النادي الاهلي، بتلعب على جزئيتين، انك تتصدر الدوري وتحافظ على الصداره لغايه نص سبتمبر، تكسب مباراه الزمالك، تقدر تفكر بعد كده بقى في المباراه الافريقيه وازاي تجهز نفسك لمباراه الوداد. ان شاء الله الامور تسير كما ينبغي،
وكما يريد الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر. أكتفي بهذا القدر، وبعد الفاصل فقرة زوم طبعا هنتكلم على نقط مهمة جدا متعلقة بالمرحلة الجاية، ودوري أبطال إفريقيا رايح على فين، والملاعب التونسية أخبارها إيه مع الاتحاد الإفريقي. أكيد هيكون معانا جديد، لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند أونلاين. فقرة ترند أونلاين بيكون معانا فيها مداخلة مهمة جدا سواء داخل مصر أو خارج مصر. أنا تحديدا بحب أهتم معاكم بالتفاصيل الصغيرة، يعني المشاهد اللي بيتابعنا لازم يكون عارف أدق التفاصيل. والكرة الإفريقية بيحصل فيها إيه؟ الكرة المحلية في مصر كمان بيحصل فيها إيه؟ ممكن نبدأ معاكم بمعلومة في فقرة ترند ترند، لكن فقرة ترند أونلاين لازم يكون معانا الناس تبقى سمعاها من مصدرها ومن مكانها. طيب عايز اقول لكم ان طلبات تنظيم نهائي دورة ابطال افريقيا بدأت منذ حوالي 3 ايام، واخر موعد هيكون يوم الاثنين القادم الموافق ان شاء الله 17 اغسطس. طيب من هنا ليوم الاثنين او من وقت فتح باب الترشيح، من الدول اللي قدمت اللي ممكن تستضيف نهائي دورة ابطال افريقيا في حال اذا كان طرفي المباراة مصري مغربي؟ مثلا على سبيل المثال لو النهائي الاهلي والرجاء، هيبقى النهائي ساعتها لا في مصر ولا في المغرب، فممكن دول أخرى تقدم والملف ما زال مفتوح. طيب هنروح لتونس ونشوف من خلال فقرة ترند أونلاين الجديد بالنسبة للرياضة التونسية واتحاد الكرة التونسي والملاعب التونسية بعد الحظر اللي كان صدر من الاتحاد الإفريقي ومنع إقامة أي مباريات قارية سواء أندية أو منتخبات على الملاعب التونسية. هروح مباشرة عبر تطبيق زوم إلى الزميل العزيز والإعلامي المتميز الأستاذ زياد السلمي، الناقد الرياضي والإعلامي الرياضي، وهو بالمناسبة كان بالتأكيد مدير الإعلام والمسؤول عن مستشار الوزارة الرياضة التونسية السابقة. أستاذ زياد مساء الخير عليك. مساء الخير أخي محمد، وتحية ليك ولكل الأسر الرياضية وكل الأحبة في مصر من خلال شاشة الأهلي تي في طبعا. يعيش أخويا، وإن شاء الله تكون الأمور كلها تمام في تونس. الله يخليك اخي محمد، ونبدلك يعني التحيه ولكل الاحبه وكل الجماهير الرياضيه في مصر وكل احبتنا في مصر، واكيد الامور طيبه، واكيد دائما علاقه كبيره تربط ما بين الشعبين وخاصه الاسر الرياضيه الموسعه ما بين تونس ومصر. اولا طبعا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، وسعيد بتواصلك معايا، وعايز اعرف منك الاستعداد لنهائي افريقيا. في اجراءات حاليا بتتم في تونس لتجهيز الملاعب لإلغاء الحظر اللي كان صادر من الاتحاد الإفريقي بخصوص ملعب رادس وعدد من الملاعب التونسية في الفترة الأخيرة، الجديد عندك يا زياد؟ بالفعل أخي محمد، تطرقت إلى موضوع مهم جدا وخاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي. طبعا أكيد تعرف مثل ما تحدثت في مقدمتك أخي محمد، كانت تونس من أول الدول وخاصة استأنفت النشاط الرياضي بعد أكيد الحظر، وبعد خاصة ما يعني العالم ليس فقط العالم العربي وليس فقط تونس ومصر، اكيد تونس اولى الدول التي استانفت النشاط الرياضي وخاصه الدوري التونسي الذي عاد، وايضا اولى المنتخبات العربيه التي استانفت التمارين بتاعها هي المنتخب التونسي. طبعا اكيد بعد قرار الاتحاد الافريقي وخاصه فيما يخص ملعب رادس، اكيد الاجراءات يعني كانت في الحين متابعه من اعلى مستوى من خلال الاتحاد وكي ايضا من خلال الحكومه التونسيه، وخاصه اعطيك سبق لك ولكل مشاهدي قناه الاهلي وخاصه ما يهم الرياضه الافريقيه مثل ما تحدثت زميلي وصديقي. تفضل يا زياد. الاسابيع الفارطه كانت وزيره شؤون الشباب والرياضه التونسيه السيده اسماء السحيري مرفوقه برئيس الجامعه ورئيس الاتحاد التونسي لكره القدم الدكتور وديع جريد في زياره الى خاصه الى ملعب رادس وكذلك ملعب المنزل، وخاصه تم اثره عقد اجتماع خاصه بمقر الوزاره، وتم يعني بحث مختلف الاجراءات وخاصه للصيانه، وخاصه تعرف مثل ما يعرفه الشارع الرياضي خاصه بعد المراسله التي ارسلها الاتحاد الافريقي لمختلف الدول والاجراءات التي يجب اتخاذها من خلال يعني مثل كراسه الشروط بالنسبه للملاعب التي تحتضن المباريات. طبعا تم اخذ هذه التدابير والان الاجراءات على قدم وساق من خلال الصيانه في ملعب رادس وكذلك المنزه، وخاصه نعرف هناك ايضا نعطيك حصريا ايضا هناك اشغال متقدمه جدا في ملعب الاولمبي بسوسه خاصه من خلال توسعه هذا الملعب، وتعرف يعني اكيد مهم جدا انه هذه خاصه ملعب رادس تحتضن عديد المقابلات ليس فقط المحليه وخاصه الدوليه والقاريه هنا في تونس، واكيد العديد الانديه المصريه على غرار الاهلي الزمالك كانت شهدت نهايات وفي هذا الملعب اللي هو ملعب رادس. اذا انت بتقول لنا دلوقتي خبر حصري متعلق بان في اجراءات بتتم حاليا واعمال صيانه
في ملعب رادس، في ملعب المنزة، ملعب سوسة، عشان الملاعب دي تكون جاهزة في الفترة القادمة لاستقبال مباريات الأندية والمنتخبات طبقا للمعايير اللي وضعها الاتحاد الافريقي. واكيد ملعب رادس الان اخي محمد تعرف انه الدوري التونسي، وخاصه اكيد مثل ما تتابع الشأن الرياضي في تونس، استأنفت الدوري التونسي النشاط يعني اعادته، يعني وخاصه هناك عديد المقابلات التي تجرى مثل الترجي اللاعب الاسبوع فارت وغير الانديه التي قاعده تلعب في ملعب رادس، يعني الامور تمام يعني، وان شاء الله اكيد الاخر خاصه تعرف الاتحاد الافريقي لم يترك لا كبيره ولا صغيره، خاصه من خلال الاجراءات التي طلبها مختلف الدول مثل تونس مثل مصر والمغرب يعني الصيانه للملاعب والاجراءات التي طبقها طبعا اكيد الحكومه التونسيه وخاصه سلطه الاشراف التونسيه وزاره الرياضه وكذلك مع الاتحاد التونسي الجامعه التونسيه كره القدم اخذت بعين مختلف الاجراءات، واكيد ان شاء الله ستكون جاهزه ومثل ما طلبه الاتحاد الافريقي لكره القدم. طيب معنى الكلام والتاكيد ان خلاص يعني ابتدت الاشغال في الملاعب التونسيه، ممكن يكون طبعاً في تحضير لملف لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا، اعتقد ده هيكون خلال ساعات لتاكيد الموضوع يا زياد. اكيد نعرف انه كل الدول تتحفظ على يعني هذا الطلب، يعني نعرف دائما يعني هذه يعني خاصه ما زال الوقت اكيد الاسبوع القادم الاثنين القادم اكيد الاتحاد يرى مهم جدا ان تونس تحتضن مثل هذه اللقاءات، مهم جدا خاصه بعد جائحه كوفيد، اكيد مهم جدا انه يكون تونس تستضيف، واكيد ليس بالغريب على تونس التنظيم وخاصه استقبال الاشقاء سواء كان من مصر او المغرب، وفرصه اكيد لي هنا خاصه مع غياب الانديه التونسيه وخاصه في هذا السباق، خاصه هذه السنه للاسف انه الانديه التونسيه لم تتواجد في هذه النسخه، ان شاء الله في المستقبل ستتواجد اكيد، يعني هناك الكواليس ان شاء الله يعني من كواليس اكيد الملف مطروح، وان شاء الله ما دام هناك عنايه من سلطه الاشراف والاتحاد التونسي بتجهيز الملعب على مثل ما طلبه الاتحاد الافريقي اكيد ان شاء الله خلال هذه الايام اكيد سنرفق لك الخبر دائما حصريا عبر الشاشه. اكيد. طيب سؤال اخير متعلق بالدوري التونسي، الترجي في الصداره ومعاه الصفاقسي، لكن النجم الساحلي والافريقي المره دي بعيدين تماما عن المنافسه على المركز الاول والثاني، وممكن كمان يكونوا بعيدين عن البطولات الافريقيه الفتره القادمه. تعرف اكيد مهم جدا اكيد تتابع محمد الدوري التونسي مثل ما تونس التونسيون يتابعون الدوري المصري خاصه لقاءات الاهلي والزمالك، اكيد نعرف الترجي اخذ يعني فرق بعيد جدا على خاصه نعرف المرتبه الثانيه للنادي الصفاقسي ثم المرتبه الثالثه للاتحاد المنستيري والرابعه للنجم الساحلي ثم الافريقي، تعرف اكيد ما تعانيه المشاكل الانديه خاصه في ظل يعني تراجع النتائج اكيد مع العديد اللاعبين ومشاكل خاصه نعرف كلنا لا يخفى عليه المشاكل تعاني النجم الساحلي ايضا النادي الافريقي ومختلف الانديه، تعرف الوضعيه صعبه جدا خاصه في ظل هذا الوضع الذي يعيشه العالم خاصه مع كوفيد، ان شاء الله يعني اكيد متغيرات، وتعرف انه كنا تحدثنا حتى في الكواليس محمد غياب الانديه التونسيه على كؤوس افريقيا، يعني هذه تطرح اكثر من نقطه استفهام بعد ان كانت في السنوات الفارطه دائما عديد الانديه وخاصه الرباعي الترجي النجم الافريقي والصفاقسي دائما موجودين يعني في ادوار متقدمه وتلعب بالادوار النهائيه، للاسف هذه السنه ولا فريق يعني موجود، هذا اكيد كذلك يعني شفنا في السنوات الفارطه مع غياب الانديه المصريه وغيره، وهذا يطرح نقاط استفهام خاصه دائما نجد الانديه التونسيه مع المصريه دائما نهائي، دائما نجد نصف نهائي او نهائي تونسي ان شاء الله وغيره، للاسف هذا السنه. الزميل العزيز الاعلامي التونسي زياد السلمي، انا بشكرك شكرا جزيلا، سعداء بهذه المداخله القيمه، وكنا بنتكلم في موضوعات مهمه جدا، احنا كنا بنتكلم على فكره الملاعب التونسيه، هل في جديد بالنسبه لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا؟ الحظر الموجود على الملاعب التونسيه، ملعب رادس، ملعب سوسه، ملعب المنزه، ايه الجديد؟ دلوقتي قال لنا الجديد ان خلاص في اهتمام من الوزاره ومن الاتحاد التونسي، وحاليا بيتم اجراءات الصيانه وفي متابعه من الاتحاد الافريقي، وقد يتقدم الاتحاد التونسي بملف خلال الفتره القادمه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ما زال للحديث بقيه. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الترند، وقتنا جري بسرعه معاكم، لكن بالتاكيد معانا عناوين عالميه، ترند عالمي، نتابع معانا العناوين. نبدا بمفاجاه نادي تلاكسكالا المكسيكي اللي اعلن عبر حسابه على تويتر التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس. رفض ماريو جوتزا لاعب توردومونت الألماني الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي للاستمرار في اللعب في أوروبا، ده اللي نشره حساب بريتشر فوتبول على تويتر. صحيفة ميرور الإنجليزية نشرت خبر على حسابها على تويتر بتقول إن كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي يقترب من الانتقال إلى ريال بيتيس الأسباني.
حساب ترانسفير ماركت على الانستجرام نشر صورة لأغلى لاعبي الدوري الإنجليزي. حساب جول جلوبال على انستجرام نشر تصريحات لريو فيرديناند يحس فيها إدارة اليونايتد للتعاقد مع سانشو. نروح لصفحة بليتشر فوتبول على الفيسبوك واللي نشرت صورة لفينجر وزيدان خلال مباراة خيرية علقت عندما أظهر فينجر لزيدان كيف يتم ذلك. بنتكلم على المهارة. وحساب في الجول على تويتر نشر صورة لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وعلق تشيلسي تواصل مع ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب. حساب جول جلوبال على انستجرام نشر صورة لسانشيز لاعب انتر ميلان وعلق قد يغيب أليكسيس سانشيز عن مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تعرضه لإجهاد عضلي في ساقه اليمنى. حساب ليفربول على تويتر نشر صورة للفريق وقال حان الوقت لاختيار أفضل لاعب في الموسم. حساب البي بي سي على تويتر نشر صورة لرامسي لاعب اليوفي وعلق أندرليا بيرلو المدير الفني الجديد غير مهتم بخدمات هذا اللاعب مع الفريق. طيب مشاركات الناس معانا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، هل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيل الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي؟ نروح بسرعة نشوف مشاركات الناس معانا على الشاشة ونشوف الناس بتشاركنا بتقول إيه. نبدأ بآدم محمد علي اللي قال التغيير هو عودة رامي ربيعة بديلا لأيمن أشرف، وممكن يبدأ جونيور أجاية مهاجم ويلعب وليد سليمان من بداية المباراة. وقال التشكيل الشناوي محمد هاني متولي رامي ربيعة، علي معلول ديانج السولية، وليد سليمان أفشة، جيرالدو، جونيور أجاية. جمهور الأهلي واعي وعارف بالظبط النواحي الفنية كويس قوي. نروح بسرعة لمصطفى حمادة وقال ممكن وليد سليمان يلعب مكان جيرالدو. كمان معانا محمود شوكة الحنفي قال أكيد فايلر معودنا على كده، يعني مثلا محمد هاني مش هيبدأ اللقاء وأيمن أشرف إيقاف، يعني رامي أساسي، ممكن الشيخ أو سليمان على حساب جيرالدو أو مروان أو أفشة. بصراحة الراجل حيرنا وحير المنافسين، بس السيستم واحد وهو الضغط وتسجيل الأهداف والفوز بالمباراة. كمان ماجد محمد قال ممكن الشيخ وياريت بادجي ياخد فرصة حقيقية. دي كانت مشاركات الناس النهاردة معانا من خلال السؤال على تشكيل الأهلي ممكن يكون في تغييرات قبل مباراة الإنتاج، لكن الناس الحمد لله مذاكرة الأهلي كويس جدا وعارفة النواحي الفنية بشكل غير طبيعي. عندنا 80 مليون ناقد رياضي عارفين كويس جدا وناقد فني بيعرفوا كويس جدا في الكرة، وجمهور النادي الأهلي دايما واعي وعارف الكرة كويس. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.